وقفتنا في موقع الرميلة الشمالية، باب المدخل، باب الطوبة، المدخل الرئيسي لموقع الرميلة الشمالية، لحين تنفيذ المطالب. مطالبنا استمرار الدعم الوزاري أو إعطائنا نسبة من البرميل أو إعطائنا نسبة من الأمتار المحفورة. حال يعني الشركات الصينية قاطعين الطريق نهائيا، قاطعين الطريق لحين تنفيذ المطالب اليوم وباكر وعقبه، لحين تنفيذ مطالبنا. احنا مطالبنا حقه، احنا اصحاب حق، حالنا حال بقيه الشركات. جميع الشركات النفطيه بالعراق تاخذ نسبه من البرميل ما عدا شركه الحفر العراقيه. شركه الاستخراج، شركه الاستخراجات النفطيه سوت مظاهره واخذت نسبه من البرميل. ليش الحفر مهمشه؟ 8000 او اكثر من 8000 عائله بشركه الحفر العراقيه. أزمتنا هاي وقضيتنا صار لها سنوات من وليدة اليوم. سبق وان طالبنا عبر كتب رسمية، عبر ممثلين رسميين بالشركة، لكن للأسف ماكو أي استجابة، إلى أن وصلت الأمور اليوم إلى الحد اللي الوزارة تقطع أرزاقنا وأرزاق عوائلنا. فرزقنا ورزق عوائلنا خط أحمر، هذا إحنا ما نقبل به. إحنا نطالب باستمرار مبلغ الدعم الوزاري لما تبقى من السنة، مع تجديده للسنة المقبلة والبعدة، إلى حين وضع حل جذري لقضية موظفي شركة الحفر العراقية. طبعا أكو حلول مطروحة على الطاولة أمام المسؤولين، من ضمنها إعطاء نسبة من البرميل المنتج، باعتبار إحنا شركة استخراجية، العمود الفقري للصناعة النفطية بالبلد هو إحنا شركة الحفر العراقية. ما ممكن اليوم إنه أنت تتجاهل هاي الشركة ومستمرين بتظاهرنا لحين تحقيق المطالب. إحنا كشركة مهمشة في باقي الدول، شركات الحفر استخراجية والأولوية إلها، إحنا من هاي الأمور مع الأسف ماكو. ليش؟ هاي العوائل كلها عوائل، 8000 ونص عائلة صار لنا 26 يوم بدون راتب، كلها مرتبطة بإيجارات والتزامات مدارس. وهاي احنا سبب مشاكلنا الوزارة وإدارتنا. ليش؟ يعني ما حد جانا من إدارة وشاف مشاكلنا شيء من أمس اليوم ليسات، كلها ناس خريجة وناس قاعد تحفر بالشمس وبرمضان وهاي، وما حد كلها مهمشها. نحن كادر شركة الحفر العراقية موقع الرميلة الشمالية خرجنا هذا اليوم احتجاجا على الامور التعسفيه والامور الظالمه بحق الشركه. طبعا شركه الحفر العراقيه هي عباره عن شركه للعقوبات، شكوى موظف غير الشركات النفطيه يتعاقب يجي الحفر. ليش؟ قله الماده وكثره الجهد. انطونا بعهد الوزير جبار العيبي انطونا دعم للحافز تقريبا قبل 4-5 سنوات، هسه تفاجئ احنا جاي نطلع نطالب حصه البرميل الامتار، حالنا حال الشركات الاستخراجية، تفاجئنا هسه بالقرار قطع الحافز، حافز الدعم انقطع. يعني احنا ذيش مطالبنا الأساسية راحت سوفت، هسه رجعنا ننوب على الراتب اللي موجود. حقنا هو نريد حصة بالبرميل. ليش حالنا حال الشركات؟ احنا شركة نفطية، احنا العمود الفقري هي شركة الحفر العراقية، وشركة الحفر العراقية أكبر شركة بالشرق الأوسط. ليش خذيتوا الشركة أنتم؟ يعني شنو الإنتاج؟ نعم مدخل الرميلة، هذا مدخل الرميلة، مدخل الرميلة الباب الرئيسي. زين احنا شنو ذنبنا؟ زين لحد الآن يوم 26 رواتبنا يوم 19 بالشهر، يوم 26 رواتب ماكو، حافز ماكو، شنو قايتكم أنتم من عندنا؟ تردونا قاعدونا ببيوتنا، قاعدونا ببيوتنا، قاعدونا وإحنا نعرف شلون نتصرف.